أصبحت رسكلة النفايات في الجزائر تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الشباب خاصة، وأن الجزائر أصبحت تنتج 13 مليون طن. مثل هذه المشاريع اندرجت ضمن برنامج إدارة النفايات الصلبة وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير بهدف إنتاج مواد أولية رفيقة بالبيئة. 2900 شركة أو مؤسسة لتنشط في هذا المجال، هذه السنة سجلنا 4000 مؤسسة، هذا دليل على أنه الرسكلة بدأت تعرف انتعاش وانطلاقة حقيقية. لماذا؟ لأنه الآن في كل الظروف المواتية والملائمة لانتعاشها. 13 مليون طن من هذه النفايات سنويا، هو حوالي 4000 مؤسسة تنشط في هذا المجال، لكن تختلف نشاطاتها، تختلف في مؤسسات لنقل وجمع النفايات، مؤسسات لمعالجة النفايات، وكذلك مؤسسات لتثمين هذه النفايات. مؤسسات أخرى خاضت تجربة التدوير في عدة مجالات منها الكرتون والبلاستيك، أين أصبحت بدورها تعمل على التصدير إلى دول إفريقية. Du moment que nous avons beaucoup de déchets en Algérie, on a pensé à faire le recyclage en Algérie à travers la création de plusieurs centres de collecte, يعني مراكز استرجاع الكرتون على المستوى الوطني. حاليا on est sur 4 sites. ان شاء الله pour assurer la matière première pour faire le recyclage ان شاء الله. احنا الشركه نصنع اشياء ديزيكيبمون dans le cadre du recyclage تاع لي ديشي. في مجال البيئه كاين البيئه محتاجه بزاف امورات تقنيه ما من عند شركات الحوايج اللي رانا نجيبوها من الخارج. تجربه تدوير او رسكله النفايات تبقى من اهم المشاريع التي تعول عليها الدوله خاصه، وانها مشاريع استثماريه بيئيه بامتياز.